مشاهدين الأحباء، إليكم مواعيد برامج شبكة البث الآرامي لهذا الأسبوع من الاثنين الموافق 13 من حزيران وإلى يوم الجمعة 17 من حزيران على البث المباشر. برنامج رنملك يوم الاثنين مع الأخ وسام رسام الساعة 7 صباحا بتوقيت نيويورك، 9 مساء بتوقيت استراليا. أما يوم الاثنين أيضا يأتيكم برنامج هاصلاتي مع الأخت رواء في تمام الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت نيويورك، وعنوان الحلقة صلاة إبراهيم. أما يوم الثلاثاء فتلتقون مع الأخ شانت وبرنامج النور يبدد الظلام، يأتيكم في تمام 1 بعد الظهر بتوقيت نيويورك، وموضوع الحلقة الوحي في الإسلام والمسيحية. وفي نفس اليوم تلتقون مع القسعطة ميخائيل وبرنامج استيقظ في تمام 3 بعد الظهر بتوقيت نيويورك، وموضوع الحلقة الغضب والحل الكتابي له. أما الأربعاء فتلتقون مع الأخ إسماعيل نمر وبرنامج أنت تسأل والكتاب يجيب، يأتيكم في تمام 1 بعد الظهر بتوقيت نيويورك، موضوع الحلقة داعش داعش لماذا تضطهدني. وفي مساء الأربعاء كما تعودتم تلتقون مع الأستاذ كمال يلدو وبرنامج أضواء على العراق، وموضوع الحلقة لكي يكون تحرير الفلوجة عامل لتوحيد العراق وليس لتمزيقه. وفي يوم الخميس تلتقون مع الأخت كريستين وأخوة آخرين في برنامج كرد للمسيح، يأتيكم البرنامج الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت نيويورك، وموضوع الحلقة المحبة. أما في يوم الجمعة كما تعودنا أن نكون مع الدكتورة وفاء سلطان في برنامج حرب بلا سلاح، يأتيكم في تمام الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت نيويورك، وموضوع الحلقة سبايا داعش وعلاقتها بالإسلام. لمزيد من المعلومات على برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني abnsat.com أو اتصلوا بالأرقام الظاهرة على الشاشة.